أعمال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو، ثم ينتقل إلى خواطر اليقين، فهذا ميراث المجاهدين كما قال: والذين جاهدوا فينا، يعني نفوسهم وأموالهم، وجاهدوا عدوهم إذ يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق الهوى ونجوا من أهوال الحساب. لنهدينهم سبلنا، أي لنطرقنهم، أي لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم، ولنسمعنهم غرائب الفهوم، ولنوصلنهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فينا. ثم ختم الأمر بقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. هذا مقام مشاهدة الصفات، فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له بالتأييد، وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. وروينا عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علماني، فعلم باطن في القلب فذاك هو النافع. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما هذا الشرح؟ قال: هو التوسعة، يعني أن النور إذا قذف في القلب اتسع له الصدر وانشرح. وقال بعض العارفين: لي قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى، يعني أنه لا يقذف فيه إلا طاعة، ولا يقر فيه إلا حق، فقد صار رسوله إليه، فإذا عصاه فقد عصى المرسل، بمعنى الخبر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور الله، فمن نظر بنور الله كان على بصيرة من الله تعالى، وكان عمله بنوره طاعة لله تعالى. وقال بعض العارفين: منذ 20 سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، وما ساكنته طرفة عين. وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو، فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه، لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببنا أن نسنده: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني من غرائب العلم. فقال: هل عرفت الرب؟ فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأصل العلوم الذي فيه غرائب الفهوم، فقال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه، يعني تدبر معانيه واستنباط بواطنه، إذ بكلامه عرفه أولياؤه. وقد قيل: تكلموا تعرفوا، فمن عرف معاني الكلام ووجوه الخطاب عرف به معاني الصفات وغرائب علوم أسماء الذات. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال بعض أهل المعرفة: يثور القرآن، يعني يبعث معانيه، تصفية قلبه وكثرة تلاوته وحسن تدبره فيه. من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال بعض أهل المعرفة في فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: العدل تدبر القرآن وفهمه، والإحسان مشاهدة الفهم، والإحسان مشاهدة الفهم. وفي تأويل قول علي رضي الله عنه في صفة العدل شاهد لقوله هذا في حديثه الذي وصف فيه شعب الإيمان، فقال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. ثم قال: والعدل على 4 شعر: غائص الفهم، وزهرة العلم، وروضة الحلم، وشرائع الحكم. فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره، وعاش في الناس حميدا. وقال بعض المكاشف: وقال بعض المكاشفين: ظهر لي الملك فسألني أن أملي عليه شيئا من ذكري الخفي،
من مشاهدتي من التوحيد. وقال: ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل نتقرب به إلى الله تعالى. فقلت: أليس تكتبان الفرائض؟ قال: بلى. قلت: فيكفيكما ذلك. وحدثنا بعض العارفين قال: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين، فالتفت إلى شماله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أجابني بأغرب جواب ما سمعته قط وأعلاه. فقلت: رأيتك التفت عن شمالك ويمينك ثم أقبلت على صدرك، فماذا؟ فقال: سألتني عن مسألة لم يكن عندي فيها علم عتيد، فالتفت إلى صاحب الشمال فسألته عنها وظننت أن عنده منها علما، فقال: لا أدري. فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه، فقال: لا أدري. فنظرت إلى قلبي فسألته فحدثني بما أجبتك، وإذا هو أعلم منهما. وقد كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله، فإذا نسي ما حفظ صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه عز وجل أي وقت شاء بلا تحفظ ولا درس. فهذا لعمري لا ينسى علمه وهو ذاكر أبدا، لا يحتاج إلى كتاب، وهو العالم الرباني. وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين، ليسوا واقفين مع حفظ، إنما هم قائمون بحافظ. وقد روينا في الخبر أن إن من أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم. وقرأ ابن عباس: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، يعني الصديقين. وهذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابعين، إذا سئلوا وقفوا وألهموا الصواب لقربهم من حسن التوفيق وسلوكهم حقيقة محجة الطريق. فخاطر اليقين إذا ورد على قلب مؤمن اضطرته مشاهدته إلى القيام به، وإن خفي على غيره وحكم عليه بيانه وبرهانه بصحة دليله، وإن التبس على من سواه. وقد قال الله تعالى في تخصيص الموقنين: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال في نعت المتقين: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال في فضل العلماء: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون. فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، رزقنا الله النصيب الوافر من تقواه ومن اليقين به وبما أوحاه إلى مصطفاه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فالطريق إلى ذلك المجاهدة، وطريق المجاهدة هي علم الشريعة والعمل بمقتضى على وصف مراقبة القلب مع الله تبارك وتعالى حتى نحصل معاني قوله: لنهدينهم سبلنا. ونسمع قول الناصح: وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالعهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي. فبحسن الصبر على الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى ودوام الحضور بين يديه تنفتح أبواب المعارف بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وتتصل بالعلم الذي يبقى إلى الأبد. ومن أوسع الأبواب لذلك القرآن، وحالك مع القرآن، حالك مع تعظيم القرآن، مع تدبر القرآن، مع الفرح بالقرآن، مع استحلاء آيات القرآن، مع الإجلال للقرآن، ووردك قل أو كثر من القرآن، كيف حالك عند أخذه؟ كيف حالك عند تلاوته؟ كيف فرحك به؟ كيف تعظيمك له؟
فمؤمن لا يستقيم على تعظيم القرآن الكريم ويأخذ له نصيب منه في اليوم والليلة أشبه بأن يكون ممن اشتكي منهم في هجر القرآن. فقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فكيف إذا كان لا يصادف عند تلاوته وسماعه أثرا ولا اهتزازا ولا يرجع إذا ذكر بالقرآن عن شيء من رأيه أو إرادته أبدا؟ هذا أشبه بمن جعله خلف ظهره والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فنحتاج إلى معاودة صلتنا بالقرآن تعظيما ومحبة وتدبرا وحفظ ما أمكننا منه وتفهم معانيه ثم الغوص على ما فيها، وكل هذه مقدمات تفضي بنا إلى اليقين، وبعدها خواطر اليقين تأتي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى منا. لكن لا عذر لنا في الاتصال بالقرآن. إذا كان سيدنا ابن مسعود يأمر بتثوير القرآن، قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، ثوروا بحسن تدبره والخشوع. قال: فإن هذا القرآن نزل بحزن فتحزنوا عند قراءته، فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا تلاموا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. يقول سيدنا جعفر الصادق: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعلمون، إلا تجلى بخلقه في كلامه سبحانه وتعالى. فيجب أن نطرق باب هذه الرحمة بإقامة حالنا مع القرآن ورابطتنا بالقرآن وأخذنا النصيب من محبة القرآن وتعظيم القرآن وتدبر القرآن وفرحنا بهذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا. الكلام الأعظم كلام الرب سبحانه وتعالى الذي ما نالته الأمم قبلنا، كانوا يتلون كلام الله، ولكن الكلام في القرآن مهيمن على جميع الكتب المنزلة، وهو في حد ذاته معجزة متحدى به الأولين والآخرين، وهو المنهج، المنهج هو المعجزة هو، فهو من أعظم آيات الله ومن أعظم نعمه علينا سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا حسن مصاحبة القرآن والتأدب مع القرآن، ويفتح علينا في القرآن، ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. فذلك يأتي معاني التحديث. ثم إن تلقي أو مقابلة وملاقاة الناس للملائكة وارد في الكتاب العزيز في السنة الغراء بصور كثيرة، ومن ذلك ما ذكر الله تعالى مع من تمثل لسيدتنا مريم فتمثل لها بشرا سويا وهو سيدنا جبريل، وأخذ بينه وبينها كلام. إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. يا مريم وكنت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كلام الملائكة لسيدتنا مريم بنت عمران عليها السلام. كذلك ما جاء أيضا في آيات أخرى وما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا من بني إسرائيل زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا وأخذ يقول له: أين تريد يكلمه؟ إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. يقول ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، هذا صوت الملائكة. ونزل المطر على حديقته وجاء يسأل: لماذا ماذا تعمل بالحديقة؟ قال: إني إذا حصدت أجعل ثلثها أرده إليها وثلثها أتصدق به وثلث للقوت، قلت أهلي، وثلث يتصدق به وثلث يجعله لأهله وأرحامه. قال: فقد سمعت الملك يقول هكذا وتتبعت السحابة فأمطرت على حديقتك دون غيرها، إلى غير ذلك مما جاء في الأخبار الكثيرة، حتى ألف السيوطي تنوير الحلق في رؤية النبي والملك. فمنهما ما سمعنا عن هذا العارف الذي
خاطب ملك اليمين ملك الشمال عن المسألة، ما وجد عندهم علم. منهم الملائكة اللي قالوا شؤون ذكرك من خالص حقائق التوحيد بينك وبين الله، حدثنا بشيء منها نكتبه نتقرب إلى الله تعالى، فإن هذه ما, 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 ما تطلع عندنا. وقال أليس تكتبون الفرائض والأعمال؟ هذا يكفيكم أنتم، هذا شغلكم، خلوا ما بيني وبين ربي محفوظ، بيني وبينه جل جلاله وتعالى في علاه. فقالوا إن سريرة العبد حقا لا يطلع عليها إلا الله، حتى العبد نفسه ما يطلع على حقائق سريرته كلها، يطلع على شيء. والأمر لله تبارك وتعالى، والعلم لله سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لكن لا ينبغي تهمل نفسك من أخذ النصيب من هذا العلم، تأخذك عنه أي علوم كانت في الدنيا، أي علوم كانت في الدنيا تقطعك عن هذا العلم وتأخذك عنه، والله سترى قيمتها وقيمته ماذا تكون وما تكون النهاية. لا تحرم نفسك وأنت مؤمن مسلم، علوم قرآن ووحي منزل، كن متبحر في أي علم من العلوم في الدنيا، لكن خذ نصيبك من ذا العلم، خذ نصيبك من هذا النور، خذ نصيبك من هذا الهدى، خذ نصيبك من هذه البركة، خذ نصيبك من هذه الصلة بالله، خذ نصيبك من المعارف التي تغذيك حتى في قبرك ويوم حشرك، وتدخل معك إلى الجنة وتتلذذ بها وسط الجنة. الله يوفر حظنا من هذه العلوم النافعة، ويجعلنا من الصادقين معه والمقربين إليه، والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله. كلما ناديت يا هو فليا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا هو فليا عبدي أنا الله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يا الله، واعطنا ما قد سألنا. يا الله واعطنا ما قد سألنا. قبله بكلمتين، فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون، وهب لهم الآيات وخصهم بالبيان والدلالات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الخواطر تبدو في القلوب عن هذه الأواصر التي هي خزائن الله تعالى من خزائن الأرض. الدنيا ملآنة بعلوم ومعلومات كثيرة مكتسبة بوسائل مختلفة، وخذ يقينا كل هذه العلوم يكسد سوقها من عند الغرغرة إلى الأبد إلا هذا العلم، علم التقوى واليقين. حقيقة العلم ما هو من التقوى واليقين، ثم ما استخدم من تلك العلوم كما ما يكون أيضا من الأعمال منقادا خاضعا بنور هذا العلم، هو الذي يبقى أثر. وأما ذوات العلوم الأخرى فسوقها كاسد، تنتهي مفعولها، خلاص من عند الغرغرة إلى الأبد ما عاد لها، ما عاد لها قيمة، ما عاد لها أثر، ما عاد لها خبر، ما عاد لها فائدة، ما عاد لها منفعة. لكن هذه العلوم يبدو غلا ثمنها من عند الغرغرة، يبدو
قوة مكانتها من عند الغرغرة إلى الأبد. فما كان من العلوم الأخرى كجميع الأعمال متصلا بهذه العلوم مستنيرا بنورها فيبقى خيره، وما عدا ذلك فما بين ضياع أو موجب عقاب والعياذ بالله تعالى. الله يوفر حظنا من هذه العلوم. قرأ. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. والفقه صفة القلب لا لسان العرب. تقول فقه بمعنى فهم. وابن عباس يفسر قول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، يقول لا يفهمون بها، ويجعل الفقه الفهم فقاطر اليقين والروح والملك. قال الفقه صفة القلب والدليله قلهم قلوب لا يفقهون بها، قال لا لسان العرب، ليس الفقه في اللسان، فقه إلا في القلب، هم قلوب لا يفقهون بها. طيب فخاطر اليقين والروح والملك من خزائن الله، وخاطر العقل والنفس والعدو من خزائن الأرض. وهذه التفاصيل الستة التي فصل لنا فيها الخاطر، خاطر الروح والملك واليقين، خاطر اليقين والروح الملك من خزائن الله تبارك وتعالى السماوية العلوية، خاطر العقل والنفس والعدو من خزائن الأرض. كما قيل النفس ترابية خلقت من الأرض فهي تميل إلى التراب، والروح روحاني خلق من الملكوت فهي ترتاح إلى العلو، والقلب خزانة من خزائن الملكوت، مثله كالمرآة تقدح هذه الخواطر عن أوساطها من خزائن الغيب فتوقد في القلب فيتلألأ فيه للتأثير، فمنها ما يقع في سمع القلب فيكون فهما، ومنها ما يقع في بصر القلب فيكون نظرا وهو المشاهدة، ومنها ما يقع في لسان القلب فيكون كلاما وهو الذوق، ومنها ما يقع في شم القلب فيكون علما وهو الفكر، وهو العقل المكتسب بتلقيح العقل الغريزي، وهذا أقلها لبسا وأيسرها عناء، وما وقع في ناظر القلب وحسه فخرق شغافه ووصل إلى سويدائه وهو المباشرة كان وجدا، وهذا هو الحال عن مقام المشاهدة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسألك إيمانا يباشر قلبي. وقال بعض العارفين إذا كان الإيمان في ظاهر القلب كان العبد محبا للآخرة وللدنيا، وكان مرة مع الله تعالى ومرة مع نفسه، فإذا دخل الإيمان إلى باطن القلب أبغض العبد الدنيا، أبغض العبد الدنيا وهجر هواه. وقد قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله للقلب تجويفان، أحدهما باطن وفيه السمع والبصر، وكان يسمى هذا قلب القلب، والتجويف الآخر ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين، هو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين. فإذا كانت هذه الله أكبر، يقول لك ترد هذه الخواطر الستة إلى ساحة القلب فتدخل فيه، توجد في القلب فيتلالى فيه للتأثير، فإن وقع في سمع القلب كان فهما، إن وقع في بصر القلب كان نظرا وهو مشاهدة، وإن وقع في لسان القلب يكون كلاما وهو ذوق، وإن وقع في شم القلب يكون علم وهو فكر. الله أكبر. وهذا عقل مكتسب بتلقيح العقل الغريزي، قال هذا أقلها وأيسرها عنان، لكن ما وقع في ناظر القلب وحسه فخرج شغافه وصل إلى سويدائه هذا الوجد والحال، هذا الشأن فيه يكون أصحاب أهل المشاهدة. وفي الدعاء النبوي الذي يدعو به صلى الله عليه وسلم كل يوم أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي مباشرة، يبقى كله مأخوذ بالإيمان. ها، ولما سأل هرقل أبا سفيان قال هل ارتد أحد سخطة لدينه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب.
أسألك إيمانا دائما يباشره قلبي فيأخذ كلية القلب ويملأه. الله أكبر. اللهم ارزقنا النصيب من هذا الإيمان. وقالوا إذا كان الإيمان في ظاهر القلب فصاحبه محب للدنيا والآخرة، مرة خلط بينين، مرة مع الله مرة مع نفسه، ويعجبه كلام العوام، ساعة قلبك ساعة ربك يقولوا هكذا ولا سمعت، وهو ميال كذا وكذا. قال فإذا وصل الإيمان إلى باطن القلب، دخل الإيمان باطن القلب، أبغض الدنيا، هجر الهوى، وآثر الله وأحب الله جل جلاله، ورأى الدنيا كما أراها الله عباده الصالحين، صرفها في مصرفها وضع في محلها، ولم تكن له غاية ولا مقصد ولا محل إكبار ولا إجلال ولا ميل. اقرأ. إذا كانت هذه الخواطر عن أواسط الهداة به وهي الملك والروح، كانت تقوى وهدى ورشدا، وكانت من خزائن الخير ومفتاح الرحمة، قدحت في قلب العبد نورا وطيبا أدركه الحفظة، وهم أملاك اليمين فأثبتوها حسنات، وإن كانت الخواطر عن أواسط الغواة وهم العدو والنفس، كانت فجورا وضلالا، وهي من خزائن الشر ومعالق الأعراض، قدحت في القلوب ظلمة ونتنا، أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبوها سيئات، وكل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ومسويها وجبار القلوب ومقلبها، حكمة منه وعدلا لمن شاء، ومن ندم وفضلا لمن أحب، كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي بالهداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه، وبالإضلال عدلا على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. ثم قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذه جنود قادة لأمره، وهو ملك جبار عزيز قهار تعالى عن مباشرة الأشياء إذا كانت تنقاد لمشيئته. إذ كانت تنقاد لمشيئته وتطوع لقدرته، فتنفذ قدرته إرادته، تنفذ قدرته إرادته، تظهر حكمته أفعاله. إذا أراد شيئا قال له كن بخفي قدرته، فكان بظاهر حكمته. والرب سبحانه قادر على كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، حكيم في كل شيء، والعبد ضعيف عاجز جاهل لا يقدر على شيء، قد ابتلي بالأسباب ووقع عليه الحجاب، وجعل مكانا للأحكام بالعقاب والثواب، فالأسباب أواسط البلاء والعبد موضع الابتلاء. والأول سبحانه وتعالى هو المبلي المريد المبدئ المعيد، وينشئكم فيما لا تعلمون، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليس أشهد العبد إلا ما أشهد، فكذلك تفوت العباد في المشاهدة، ولا يستبين له إلا ما أبين له وأريد به، فعند ذلك اختلفوا في الأدلة، فإذا أراد الله بعد إذا أراد الله عز وجل إظهار شيء من خزائن الغيب، حرك النفس بلطيف القدرة فتحركت بإذنه، فقدح من جوهرها بحركتها ظلمة تكتب في القلب همة سوء، فينظر العدو إلى القلب وهو مراصد ينتظر، والقلوب له مبسوطة، والنفوس لديه منشورة، يرى ما فيها ما كان من عمله المبتلي به المصرف فيه، فإذا رأى همة قد قدحت في النفس فأثرت ظلمة في القلب، ظهر مكانه فقوي بذلك سلطانه، والهمة ترد على أحد ترد على أحد والهمة ترد والهمة ترد على أحد ثلاث معان:
لا تحصى فروعها، لأن همة كل عبد على قدر بغيته. أحدها هوى، وهو عاجل حظ النفس أو أمنيته، وهذا عن الجهل الغريزي أو دعوى حركة أو سكون، وهو آفة العقل ومحبة القلب. آفة العقل ومحنة القلب. فأي هذه الثلاث قدح في القلب فهو وسوسة نفس وحضور عدو منسوب إليه محكوم عليه بالذنب، ليست تصدر إلا بأحد ثلاثة أصول: بجهل أو غفلة أو طلب فضول دنيا، وهن مما لا يعني ومضافات إلى الدنيا وأعمالها. والأفضل مجاهدة النفس والعدو عن إمضائها، وحبس الجوارح عن السعي فيها، إن كن من فضول الدنيا المباحات. فإن كن هذه الثلاث وردن بمحرمات، ففرض عليه كف الجوارح عن السعي فيها. فإن أمرح قلبه في ذكرها أو نشر خطواته في طلبها، كن حجابا بين قلبه وبين اليقين. وإن كنا وردنا بمباحات ففضل له بنفيها عن قلبه، كي لا يكون قلبه موطنا للغفلات. وأصلهن الابتلاء من الله تعالى بالتقليب والامتحان منه في التصريف، ولذلك خلق النفس والروح والموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، ليظهر أحسن ذلك. أحسن العمل بالزهد فيها، وينظر كيف تعملون. فإذا أراد الله تعالى سلامة هذا العبد بعد أن أشرف على الهلاك والبعد بتسليط العدو عليه وتسويل النفس له، نظر القلب عند الابتلاء فهدى النفس بنور إيمانه إلى الله تعالى، فأسر الالتجاء إليه وأخفى التوكل عليه عائذا لا إذا به، واضطر مخلصا له فهناك توكل عليه فكان حسبه، وعندها فوض إليه أمره فوقاه مكر عدوه، وحينئذ اضطر إليه واتقاه فجعل له مخرجا ونجاه. فينظر الله تعالى إلى القلب نظرة تخمد النفس وتمحق الهمة وتخنس العدو لسقوط مكانه وتذهب لخنوسه شدة سلطانه. فيصفو القلب من التأثير بنور السراج المنير، ويملس من التحرير بقوة القهار العزيز. فيخاف العبد مقام الرب لصفاء القلب عن نظر الرب تعالى، فيفزع من الخطيئة ويهرب، أو يستغفر منها ويتوب، ويظهر عليه شعار تقوى. وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة وكان قد حكم بوقوع الشر، نظر القلب بعد الهمة بهوى النفس إلى العقل، فرجع العقل إلى النفس فسولت وطوعت، فسكن العقل واطمأن إلى تسويل النفس وطوعها، فانشرح الصدر بالهوى بسكون العقل، وانتشر الهوى في القلب لشرح الصدر وتوسعته، فقوي سلطان العدو لاتساع مكانه، فأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده، يوحي بذلك زخرفا من التحول وغرورا، فيضعف سلطان الإيمان لقوة سلطان العدو، وخفاء نور اليقين، فغلب الهوى لقوة الشهوة، فأحرقت الشهوة العلم والبيان، فارتفع الحياء واستتر الإيمان بالشهوة، فظهرت المعصية لغلبة الهوى وارتفاع الحياء. وهذان المعنيان من ظهور الخير والشر والطاعة والمعصية، فلهذه الأسباب يوجدان في طرفة عين. لا إله إلا الله. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. رأيت شرحه لبعض ما ينازل القلب، فيصدر عنه بعد ذلك الأعمال والانطلاقات والأحوال التي تكون في الناس، والأمر كله عائد إلى تقليب المقلب لهذا القلب، والجميع
اليقين وخاطره والملك والروح جنود من جنود الله تبارك وتعالى. وكذلك هناك جنود مسلطات كالنفس والهوى والعدو الشيطان، وآثرها أيضا جنود مسلطات من قبل الله تبارك وتعالى. فلا يزال قلب الإنسان سوق لهذه وميدان لتوارد هذا وهذا، وكلما أصل أذى وذى نظرة من نظرة إرادة الله تبارك وتعالى لهذا العابد. فإذا أراد به خيرا حرك فيه باعث الخير، وأخذ الخاطر الروح والملك يقوى فيه ويقوى به اليقين، والعقل يمده بالتأييد، والملك يتمكن منه ولا يزال يلقي إليه الخواطر الحسنة خاطرا بعد خاطر. وهو نفس هذا إذا أراد أن يعرضه في أي لحظة إلى الانقلاب وانتكاسة واعتكاسة، التفت القلب إلى النظرة الأخرى وراح الرأي على العقل واستسلم لتسويل النفس ولتلبيسها وعاد إلى عكس ما كان عليه، واستحسن شيئا من قبيح ما كان يستقبحه ويبعد عنه واختلف. وهو ذا نفسه إذا أراد الله في لحظة يقظته أسلط عليه خاطرا آخر من خواطره، فمال قلبه إلى هذا الأمر وتحركت جنود الخير من هذا الجانب، ولا يزال طول حياته وفي هذا الميدان تحت تقليب مقلب القلوب. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فعند بروز بعض هذه الأحوال يذهب الحياة ويجي الجراءة على المحارم وعلى الطاعات ويجي العناد ويذهب كل ما ذهب في هذا الجانب، وما عاد كأنه ذاك الإنسان أبدا ولا عاد الذي تعرفه، وانتهى أمره وفي لحظة من اللحظات يصبح ذاك الحي، ذاك الوقور، ذاك المنيب، ذاك الخاشع، ذاك الخاضع. وهي شؤون تفسر في الوجود إرادة المريد جل جلاله.